يا ربي. يا نفوخي يعني. ماي سولي تعالوا يا ولاد ميتنج. تعالوا يا حبايبي عايزاكم في موضوع مهم. اقعدوا. عارف انا الدخله دي؟ عارفه يا مامي انا لو ما كنتش ابنك هقول انك انت هتطلبي الطلاق بالتلات. ولد انا نفسي افهم بتجيب الكلام ده منين؟ بتجيب اللماضه دي منين؟ انت بتزوغ المدرسه وبتشتغل تبعه على ميكروباص؟ يوه بقى هنقعد نهري في المهري ونلت في الملتوت ونشلت في الشلوت. مامي هو انا مش متضايقه من السؤال ده؟ حضرتك ايه بقى انت خليت فيها حضرتك؟ ده انت اللي هتاخد بالستين شلوت. ها خلصتوا الجو بتاعكم؟ تحب اجي لكم في وقت تاني؟ شو؟ يا بنتي حرام عليكي وانا هلاقيها منك ولا منه؟ ها يا مامي وات ايفر عايزانا في ايه دلوقتي؟ وات ايفر؟ وات ايفر يا مي. انا مجتمعه بيكوا دلوقتي علشان اقول لكم ان انا اخيرا دفعت مصاريف المدرسه. مش هتكلم خالص عن الطابور الطويل اللي وقفت فيه لحد اما رجلي اتبرد. مش هتكلم خالص خالص عن الشمس اللي قورت نافوخي، ولا هتكلم عن ال 4000 جنيه الزياده اللي انا دفعتهم لكل واحد فيكم. كل ده مش هتتكلمي؟ امال لو اتكلمتي بقى. مي تريقي عليا بدل ما تقولي لي ثانك يو يا مامي على تعبك. مامي من الاخر لخصي بلاش شغل ريهام سعيد ده. عايزه ايه يعني؟ لخصي وريهام سعيد؟ يا رب الرحمه من عندك يا رب. طيب هلخص يا حبيبي. عايزه اقول لك يا حبيبي ان الفلوس اللي بابي ادهاني عشان نجيب بيها حاجه المدرسه كلها راحت في زياده المصاريف. بح. يعني ايه يا مامي؟ I don't get you. You don't get me, I will tell you. قبل يا مامي وتردي وتقولي ان احنا ما ينفعش نجيب حاجات جديده للسنه دي للمدرسه، احب اقول لك ان انا عارف كل حاجه عن كرتونه السشوار الفاضيه اللي في اوضتك. ولد انت بتفتش في حاجتي؟ انا يا مامي انت تعرفي عني كده؟ انت اللي حاطه البوكس بتاعك جنب البوكس بتاع الايباد بتاعي، فانا رحت عشان اجيب الشاشه فشفتها بالصدفه. ويا ترى لقيت ايه بقى في كرتونه السشوار دي يا سولي؟ فلوس ياما يا بنتي، مامي هتلاقيها كانت مخزياها على جنب، الفلوس دي تكفينا السنه دي والسنه اللي جايه واللي 10 سنين قدام. والله عال، والله عال. ما هي دي يا حبيبي الفلوس اللي بابي كان اديهاني علشان ادفع منها المصاريف واجيب منها حاجه المدرسه، كلها خلاص بح. وبعدين انا ما قلتش مش هنجيب حاجه للمدرسه السنه دي، انا بس بقول ان احنا نمسك ايدينا شويه. ده اللي هو المفروض ازاي يعني؟ يعني اللي اقول عليه اوكي يبقى اوكي، واللي اقول عليه لا يبقى لا، من غير ما ابرق لكم لحد اما عينيا تطلع من وشي. لا يا ماما بليز، كله قله تبريقه. بس يا مامي على الاقل الكوتشي الالعاب يكون ماركه. بنت احنا قلنا ايه؟ انت مش طبال ولا زمار. خمس ايام بيلف يدور عليكي في البلد زي المجنون لما حالته بقت تصعب على الكافر. اه هو اللي بعتني هنا. عايز اشوف الضروري. يلا ملبس معايا وانزل. مامتك فاهمه ان انا جاي لك شغل. علي. علي. زميل سعيد. علي. ايه؟ نعم في ايه؟ انت نمت يا حبيبي؟ لا بتفرج على خلي بالك من زوزو، قربت اغمض عيني خلاص. طب بقول لك ايه يا علي؟ عايزه فلوس الدروس الخصوصيه بتاعت الولاد. أنا مش لسه مديلك 70,000 جنيه؟ 30,000 جنيه لكل عيل و10,000 جنيه علشان اليونيفورم والدروس؟ آه يا حبيبي اديتني كتر خيرك. بس وأنا ما قلتلكش؟ لا ما قلتليش. مش إدارة المدرسة زودت 4,000 جنيه زيادة لكل عيل علشان صيانة الباصات؟ وفضل 2000 جنيه كملت عليهم وجبت حاجة المدارس. أعمل إيه يعني؟ أقطع نفسي عليك؟ لا أقطع أنا من لحم الحي. ما هو أنا بقع أم الفلوس دي كلها في مدارس خاصة ليه يعني؟ وانا المفروض اعمل ايه يعني يا علي؟ اعمل ايه؟ مش كفايه خليتهم ما يبداوش الدروس الخصوصيه من الصيف زي اصحابهم عشان اوفر لك؟ وبعدين انت عايز ايه يا علي؟ عايز المدرسين يستقصدوهم ويضيعوا مستقبلهم يا حبايبي يا لا بس 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 يا اختي بس بس يا اختي بس يا ندابه بس. خلاص عدي عليا بكره في المكتب بعد الدور اكون اتصرفت في الفلوس. طيب يا حبيبي استنى بس كنت عايزه اقول لك حاجه تانية. هتندبي على ايه تاني؟ انجزي. لا لا مش هندب خالص. اصل اداره المدرسه قالت ان الباصات يعني مش نافعه خالص، متبهدله خالص من تحت. متبهدله من تحت؟ هي عندها تسلخات؟ دمك خفيف يا غلبوس. لا يعني هم هيحتاجوا يعني اسبوع تقريبا علشان
الصيانه وكده، فاول اسبوع بس هتودي وتجيب الولاد من المدرسه. يعني انا ادفع مصاريف صيانه زياده فوق فلوس الدروس، وكل ده فوق مصاريف ام المدرسه، وكمان عايزاني اودي واجيب. بص بص بص، انت اللي بتندب اهو. ماشي يا حبيبتي، انا الراجل وعليا الفلوس، وانحت في الصخر عشان اجيب لك انت واولادك، بس انت بقى مسؤوله عن تربيتهم ومذاكرتهم وتوصليهم والرحمه يا حبيبتي. خلاص خلاص يا حبيبي، ولا تزعل نفسك ولا تضايق نفسك ولا تتعصب ولا اي حاجه، بس بما ان انت بقى الراجل اللي بيجيب فلوس، اعمل حسابك في عمودين كمان. في ايه؟ عمودين. يعني ايه؟ يعني 2000 جنيه كمان. 2000 جنيه يعني عمودين يا سوقيه؟ ايوه انا بقى سوقيه، عايزه 2000 جنيه عشان الفلوس ما كفتش وما جبت الصيفي بس ما جبتش الشتوي، وعايزه 2000 عشان اجيب الكتب، و1000 ونص فوقيهم عشان الكتب الخارجيه. ده كده 5 عواميد ونص. ايوه يعني كده هنور الشارع. اه وماله، العلم نور. بصي بقى، خلهم راحوا مدارس، انا هدخلهم تجريبي، هدخلهم تجريبي خلاص. حلو قوي، دخلهم تجريبي. وليه؟ لا صنايع، صنايع حلو. ولا اقول لك فكره احلى من منازلهم. وانا مالي هعذب نفسي واضايق نفسي ليه؟ هما ولادي انا واخدي، ما هم ولادك هما كمان. ركز مع زوزو، ركز. اوف فين؟ ايه بس يا ميس؟ ما تفهمش صوره فين معانا يا بنت؟ فاكره انت هتزوجي؟ يا ميس انا اصلا ما رحتهاش. لا يا حبيبتي تدفعي، انا هتدفعي. يا ميس انا ادبي ودي مجموعه فيزياء. ماليش فيه، هتدفعي انا هتدفعي. انا مش في المدرسه دي، انا جايه صاحبتي يوم واحد بس. والله حتى لو مش موجوده في الوجود هتدفعي فلوس، انا هتدفعي. فاهمه ولا لا؟ حاضر حاضر يا ميس. هتدفعي ها؟ بكره. لا لا ولادي ولادي حبايبي، لا 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 مش هدخلهم تجريبي ولا صنايع ولا لا حاجه. لا لا ولا لا انش ولا لا 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 ولادي حبايبي. طب هنعمل ايه؟ انا لقيتها يا انش. لقيت ايه؟ الفلوس؟ لا لقيت الحل. اسمعي يا انش، المثل بيقول لك امشي عدل يحتار عدوك فيك. والمدرسين ليهم ايه عند الولاد غير ان هم يحلوا الهوم ورك ويذاكروا دروسهم ويحلوا كويس في الاجزام؟ كده محدش هيقدر يمسك عليهم حاجه ولا يضغطهم. صح صح يا روحي وحياتي، في طلعه واحده. انجز انجز يا علي، عايز تقول ايه؟ اقول يا حبيبتي نوفر فلوس الدروس وذاكري انت للولاد. نعم. وهجيب لك اللي انت عايزاه. يعني ايه مش عايزه حاجه؟ بس ايه علي، انت مش شايف كده كتير؟ اذاكر لهم واوصلهم واجيبهم من المدرسه كتير يا علي. فلوس بنزين عربيتك عليا. يا سلام، كنت مستنيه انا يعني تدفع لي فلوس البنزين. لا يا علي لا، انا عيالي كرهوني يا علي، والله علاقتي بيهم اتوترت من تحت راس المذاكره دي. لا يا علي مش هينفع. يا انجي، مفيش ضنا بيكره ابوه ولا امه، المثل بيقول لك قلبي على ولدي انفطر. ايوه ايوه كمل المثل بقى. ها وولدي عليا بينزل مطر، حاجه غريبه كده. حاجه خير يا انجي، حاجه خير. ما علينا، المهم الولاد بفطرتهم بيحبوا امهم، انت بس دلعيهم شويه، هاتي لهم شويه هدايا راضيهم وهم ينسوا. ومين بقى هيدفع فلوس الهدايا والحاجات اللي انت بتقول عليها دي؟ اه طب نام يا اخويا. حبايبي قلب امكم، انتوا هتشوفوا ايام سودا والله العظيم. صباح الخير يا انجي. صباح النور كمان. ايه يا حبيبتي مال؟ في ايه؟ ده يا حبيبتي مفيش حاجه، بس بقالي يومين ما نمتش من امتحانات المتر من بتاعت الولاد. في ايه انجي؟ في حد في الدنيا يعمل في نفسه كده؟ حرام عليكي نفسك. معلش معلش، كله يهون كله يهون، المهم الولاد يجيبوا الفول ماركس. حرام يا انجي. يا عيني يا انجي، هما ليه قالوا الام مدرسه؟ بهدلونا. الله الله يا ست مي، حلو قوي اللي انت فيه ده.
انت مش عندك اكزام كيمستري بكره؟ والنبي يا مامي فاضل 10 دقائق على الحلقه. 10 دقائق على الحلقه؟ 10 دقائق؟ اقسم بالله اقسم بالله يا مي اذا ما جبتيش الفول مارك في الكيمستري السنه دي هقعدك في البيت، هقعدك في البيت لحد ما يجي لك عدلك. ايه يا مامي الكلام الابيض والاسود ده؟ الكلام ده كانوا بيقولوه في الثمانينات، كانوا بيقولوا اقعدك في البيت واجوزك راجل يشيل همك ويريحك مننا. انت بتردي على ايه؟ قومي هاتي قومي هاتي الكتب هتسقطي. يا ابني انت عبيط ومتخلف، قلت لك 100 مره الميس قالت مش جاي. سوري ولد احنا ما بنقولش كده خالص، احنا بنقول كده عيب عيب. لا والله سوري مش حاضر. اقفل التليفون ده وتعالى لما اصلح لك الماء. طب سلام دلوقتي يا ابني عشان شكلها كده هتقلب غبي. يلا باي باي. وريني هببت ايه؟ بيج 6. افتح بيج 6. صح دي صح برافو. لا دي غلط، انا مش شرحتها قبل كده ولا ما شرحتهاش؟ ودي كمان غلط، دي كمان غلط. وبعدين انت غبي ومتخلف وانا خلاص انا طهقت، انت مفيش فايده فيك. مامي عيب تقول الكلام ده لحد، عيب. هتربيني واد؟ هتربيني؟ بس بقى يا انجي خلينا نتفرج على التلفزيون. ايوه هو ده اللي انت فالح فيه. نعم انا بحبك يا بابي. وانا كمان يا نجم. هات بوسه. يلا قوم بقى كمل مذاكرتك. والله وحياة ربنا خلصت. خلصت ايه؟ المذاكره ما بتخلص. قوم ذاكر الامتحان اللي بعده. هو مكرر واحد كلكم حافظينه وبتسمعوه بالنص. مكرر ايه؟ وكلنا مين؟ كلنا بعض وكله امهات بيقولوا نفس الكلام، المذاكره ما بتخلصش روح ذاكر الاكزام اللي بعده. لا حول الله. قوم يا واد بلاش لماضة. هي النور قطع. وانت فاكر يعني لما النور يقطع مش هتذاكر؟ يلا قوم عندك كشاف اربع لمبات في اوضتك. ايه بابي بس انا كده عينيا هتتعب. يا ابني وانا في سنك كنت بنزل اذاكر على الرصيف في الشارع تحت عمود النور، ما كنتش بسيب الكتاب من ايدي. قديم قوي حوار عمود النور ده اللي كل الاباط ذاكروا تحتيه. ايه كلكم كنتوا بتاخدوا مجموعه مع بعض؟ هو ايه ده القديم؟ انت بتكدبني يا ولد. لا يا بابا ابدا العفو. هتلاقي جده قال لجده ان هو كان بيذاكر على لمبه الجاز، وجده قال لك ان هو كان بيذاكر تحت عمود النور، فانت جاي تقولي انك انت كنت بتذاكر تحت عمود النور. المفروض كلامك كان بقى مقنع وصدقك، تقولي مثلا كنت بتذاكر على لمبه النيون تحت عمود النور بتاع النادي كده يعني. تصدق عندك حق. الحمد لله النور جه. بتعملوا فيا كده ليه؟ بتعملوا فيا كده ليه؟ ها؟ هو ايه اللي ليه؟ برفع عن الولد شويه، ثم النهارده اجازه. انا اللي محتاج حد يرفع عني، يعني ايه اجازه؟ هو ما عندوش امتحانات بعد الاجازه؟ الولاد تعبانين، انت مش شايفه الواد مسفر ازاي؟ والله ما في حد مسفر قدي، ايه رايك بقى؟ وبعدين يرتاحوا بعد كده في الاجازه لما الامتحانات تخلص. لا ما هو مش عشان تذاكري لهم وينجحوا تدمري لي نفسيه ولادي، حبايبي المنتاليتي بتاعتهم هتبوظ. دمر. معلش يا حبيبي اهدى، خد لك بريك، عاوز نلعب معاك؟ عيش بابي عيش. عيش بابي عيش. عيش بابي عيش. انت معصبه نفسك ليه؟ ها معصبه نفسك ليه؟ انت مالك؟ ما يتحرقوا كلهم، مش ابوهم. انا مالي انا مالي. مساء الخير يا انشي يا حبيبتي، عامله ايه؟ اهلا يا حبيبتي، ازيك يا منال؟ ايه عامله ايه كده والولاد عاملين ايه؟ عايزه اقول لك انا والعماره كلها حفظنا المناهج على حسك، ولو امتحنا فيها هنجيب الفور ماركس. معلش بقى يا حبيبتي، انت عارفه العيال وقرفهم، ان شاء الله بكره تجيبي بيبي وتقري فيه وتطلعي عينه. وعملوا ايه بقى في النتيجه يا ترى بعد الهري اللي هروه والدح اللي دحوه والصح الدحم بوه؟ لسه حبيبتي لسه ما طلعتش والله. ازاي الكلام الفاضي ده؟ ده البنت سهى بنت اختي نهى معاهم في نفس السكول، وما شاء الله عليها جابت يعني اكسلنت في كل المواد وطلعت الاولى على الكوريدور. اخسى عليكي، اوعى تكوني يا انشي خايفه لحسن احسدهم، بجد ازعل قوي ازعل قوي قوي قوي. تحسيتي ايه؟ فلسطين خيبه. لا انا كنت لسه جايه من المدرسه دلوقتي وقالوا لي لسه مش كل الجريدز بتطلع في وقت واحد، بعد بكره ان شاء الله. وبعدين ما تستعجليش، انت والجيران كلكم هتعرفوا النتيجه باذن الله بالصوت. طب انا مضطره اسيبك دلوقتي عشان بعمل ايه؟ سميت؟ لا دوناتس، النهارده يوم الدوناتس. كنت وين؟
دوناتس قال ابنك هلال، ابنك هلال انت وهبه في يوم واحد كنتوا هل. خلاص يا جماعه اتفقنا، بكره الصبح الاقي البلان بتاع مقالات كل واحد على مكتبي. يا استاذ علي احنا كده مش هنلحق، احنا اتاخرنا قوي في الاجتماع ويا دوبك نروح عشان نشوف مذاكره العيال. والله مش شغلي، مشاكل البيت ملهاش دعوه بالشغل، اللي عايزه تذاكر لعيالها تقعد في بيتها وما تشتغلش. ربنا يهدك. بتقولي حاجه يا استاذه؟ لا ما بقولش اللي تشوفه حضرتك. طيب اتفضلوا دلوقتي. ايه يا استاذ علي، امال الاستاذه انجي فين؟ يعني بتستأذن بدري وما بتحضرش اجتماعات، على المانع خير؟ خير جدا، انجي بتشوف واجباتها كزوجه وام، دبستها في مذاكره العيال شويه وهتقدم على اجازه بدون مرتب. يلا عقبال الباقي، انا عارف هم عايزين يشتغلوا ليه، حد يجيب لنفسه هم فوق همه وكمان يروحوا يشتغلوا فوق شغل البيت عشان يبقوا يفرحوا بقاسم امين، فاكرين ان هو حررهم وهو لبسهم في حيطه. يا لهوي ازاي؟ كبر في دماغهم فكره الخروج للعمل وهم جري وراه زي المعيز، فاكرينها جدعانه مش عارفين ان هم بيجيبوا لنفسهم وكسه فوق وكستهم. طب لو الستات بطلوا شغل احنا اللي هنلبس الشغل فوق دماغنا. وماله، ما احنا قدها وقدود، ما في رجاله ياما عواطليه وقاعدين على القهاوي، خليهم ينزاحوا ويسيبوا الرجاله تشتغل. ولا انت عايزنا احنا نعمل شغل البيت وهم ينزلوا يروحوا الشغل؟ يا استاذ سماعين مش قصدي، انا عايز اقول لك يعني ان الست نص المجتمع، يعني نعطل فرده في المجتمع ونمشي بفرده واحده، ده حتى الاف ام واتنين يشيلوها اتنين. ولا الافكار الهدامه دي مش عايز اسمعها، انت لسه عازب وعامل زي الجحش الصغير مش فاهم حاجه. يوبا بكره تتجوز وتبقى عامل زي الحمار الكبير وتفهم الكلام اللي احنا بنقوله. انا مش قصدي، انا قصدي اقتصاديا، قصدي اقتصاديا يا جماعه، مرتب واحد في البيت غير مرتبين، انا مش قصدي حاجه والله. لا اخس اخس عليك اخس، تعتمد على مرتب مراتك وتستمتع؟ اخس اخس عليك اخس اخس عليك فعلا. بقى في راجل محترم يفكر كده؟ يا ولد يا ولد، استلقط لك واحده فنانه من اللي تعرفه ولا واحده مقريشه كده يكون معاها قرشين ست غنيه يعني، ها، وتكون ما بتشتغلش وتساعدك في البيت؟ يا سلام يا سلام، والعيانه اللي انت بتقول عليها دي هترضى بيا على ايه يعني؟ على اوامل ممشوق ولا شعر السايح ولا لون عينيا؟ ده انا لغايه دلوقتي مش عارف لون عينيا ايه. يا لون عينيا ايه يا استاذ علي؟ حمرا. هي ايه اللي حمرا دي؟ عينيك، عينيك حمرا من التعب. لا يا سامح، ما اسمحلكش تقول على نفسك كده، انت جميل، عينيك حلوه، ها، صلعتك والشعرتين اللي فوق دول يشدوا اي انتايه في المملكه الحيوانيه. حيوانيه؟ وانا هتجوز جاموسه ولا معزه؟ ولا احنا معتمدين على الله وعليك، لما تتجوز اوعى مراتك تقول لك اشتغل وتشغلها، قول لها البيت ده مملكتك وتعكها في شغل البيت ومذاكره العيال. يا حلولي يا استاذ سمعه، عشان بقى تطلب مني خواتم والمظات لما العيال ينجحوا وتعكني زي ما هيتعك فيها الاستاذ علي؟ هو انا عبيط زيك؟ انا ما وعدتش انجي وعد غير لما اعرف اخرج منه ازاي. انا استاذ، انا مايسترو. خلاص خلاص يا طنط، مش قادره، حاسه ان في كلاب بلدي بتهوهو في دماغي. يا حبيبتي يا انوش، انت صعبانه عليا قوي يا حبيبتي، بس هما الرجاله كده، تعملي ما تعملي ما فيش فايده، لا شكرا ولا جميله. لا بس انا مستحلفه له، الولاد هيجيبوا الفول مارك في كل المواد، وانا هبله هيجي لي لحد عندي مدلدل ويشكرني. انا مش هبله، انا المايسترو. بصي يا مايسترو، انتي الهبله. ايه ده ليه كده بس يا طنط؟ لا طبعا، انا واثقه في ولادي وفي شطارتهم، ان شاء الله هيجيبوا الفول مارك في الانجليش والعربي والماث والساينس، هتشوفي يا حبيبتي. هيجي في الهيفا ويتصدر، هيقول لك بقى يا هانم ولادك جايبين في الرسم 8 من 10، وفي الهاوس كيبنج، الهاوس كيبنج جايبين فيه 9 من 10. معقوله؟ هيتلككلك بقى ويحاسبن عليك. طب وبعدين يا طنط؟ انا كل اللي يهمني طبعا ان الولاد يتفوقوا، بس انت كده قلقتيني. لا يا حبيبتي ما تقلقيش ابدا، بصي اقلبي عليه الترابيزه، اضربي من تحت الحزام، لبسيه في الحيطه. اقلب عليه اضرب كده؟ اعمل ايه يعني؟ قولي اعمل ايه؟ قولي له بص بقى يا علي، انا من هنا ورايح مش هقدر ابدا اذاكر الاولاد، انا شغلي اتاثر جدا جدا، انت يا اما تجيب مدرسين لاولادك، يا اما تقعد انت وتذاكر لهم بنفسك كده، تبقى حطتي امام الامر الواقع. قلت كتير قلت كتير، بس علي معفن،
قصدي يعني علي مش هيدفع فلوس لمدرسين صدقيني انا، وبعدين زي كل الرجاله ما عندوش طقطان. قصدك ما عندوش يبشب؟ قصدك انت طول الوقت قاعده قدام الولاد مبرقه وصوتك بيتغير وجحظه كده وقعد بفرده الشبشب. بصي يا حبيبتي انت كنت زيه بالظبط، مالكيش في المنهج ابدا، لكن انت بقى دؤوبه وقروبه، قعدتي تذاكري وفهمتي وفهمتي الاولاد ازاي؟ ما اعرفش. والله كلامك معقول قوي يا طنط، بس انا خايفه 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 علي هيضيعه. شوفي يا انوش اعملي اضرب، مش هيقدر ابدا يغصب عليكي. وبالليل بقى ترجعي متاخر من الشغل، فاهمه؟ يكونوا كلهم ناموا، وبكده بقى تبقي انت اتغديتي بيه قبل هو ما يتعشى بيكي. ايوه يا طنط ممكن والله، لا أنا خايفة خايفة خايفة، علي هيضيعهم، دول ولادي يا ناس ولادي. يا سلام، ما هم ولاده هو كمان، ولد شاريهم السوبر ماركت يعني يا حبيبتي. بقول لك إيه؟ شيلي الشيلة كلها كده وارميها قدامه على الأرض، هينزل زي البوبي، هيوطي وهيشيلها. جمدي قلبك يا حبيبتي وهتشوفي. لا قلبي الصغير لا يحتمل. نو نو يا أنوش، خليه يحتمل يا حبيبتي، دعيه يحتمل، خلي قلبك كده استرتش يستحمل حاجات كتيرة قوي. وبعدين عايزاكي تهتمي بنفسك شوية. شوفي أنا قاعدة بعيد عنك بس مكسوفة أقول لك الحقيقة، ريحة شعرك وصلالي هنا. بصي حبيبتي أنا عايزاكي تروحي للكوافير يعمل لك ديكاباج، يعمل لك مندويل، يقص لك طراطيف شعرك كده، وبعدين تروح الصبا، تروح الصبا بقى وتدلعي انوش، تدلعي انوش، انا بموت في الدلع انا كمان. وبعدين هعمل لك ماسك لوشك من طينه البحر الميت. ميت؟ هو بحر ميت، حتى السمك اللي فيه كمان ميت. الماسك ده بقى مخلوط بزبل الحمام. هو يمكن ريحته تبقى مش لطيفه شويه، لكن اول ما تحطي على وشك كده وترتاحي شويه وبعدين تغسليه هتلاقي نفسك محلقه زي الحمامه بالظبط. الله الله. امال مين اللي عايزك له؟ يعني ايه الكلام ده يعني؟ يعني زي ما سمعت كده يا علي، انا ما عنديش اي استعداد ان هم يرفدوني من الشغل، كفايه المرتب اللي اتخصم نص الشهر ده. ايوه يا حبيبتي كان على عيني، بس انت عارفه انا ماليش في مذاكره العيال والحاجات دي، وبعدين ما بفهمش في المناهج بتاعتهم، اشرح لهم ايه يعني؟ خلاص ولا تتعب نفسك خالص، ياخدوا دروس. طب ولو جبت لي خاتم وفستان؟ خاتم وفستان؟ اخس عليك يا علي، اخس عليك، هو انا برضه مستنيه خاتم وفستان؟ انا كل اللي يفرق معايا مصلحه الولاد، ويا حبيبي يفرق معايا كمان مصلحتك انت. ايه لازمته دروس خصوصيه وفلوس قد كده ملهاش لازمه؟ انت يا علي انت تذاكر لهم، انت ابوهم وليك هيبه وهيخافوا منك. الولاد يا علي بيستهزئوني بيستهزئوني يا علي. وبعدين انت مدير تحرير قد الدنيا، بتدير مؤسسه صحفيه، مش هتقدر على شويه عيال. يعني ايه الكلام ده انجي؟ يعني ايه الكلام ده انجي؟ يعني احنا ما اتفقناش على كده انجي؟ يا انجي باجي 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 انجي يا انجي باي يا انجي باي يا انجي يا انجي يا انجي